أيمن والدة الشهيد علي عباس أحمد اللي استشهد يمه. قبلها بليلة كنت أتناقش يا أبو على أني أسوي له شقة، والصبح قاعدين نترياق وبتكلم ويا بنتي إن هي مشتركة في مسابقة تعبير. قلت لها يا ماما محتارة في الموضوع اللي تختاره. قلت لها ماما أنا مسوية من قبل موضوع عن الابتلاء مكمل كامل وما طرحته، ما قدرت أطرحه. اخدين تين وشوفي اللي تحسينه مناسب إلش وقدمي واني بساعدش. تسألني يعني ويش ابتلاء؟ قلت لها ماما اقري فيه وتعرفين وش معناته، وده ما فهمتينه بشرحه. ولدي كان صديقه احمد على طول، ما يفارق ما يفارق علاقتهم، حتى على الانستغرام رب اخ لك لم تلد هو امك، على طول البروفايل ماله في الاكونت ماله في كل الصور، الصور ليهم مشتركة هو وياه، ويعرض الصورة واحمد يعرض نفس الصورة، التعليق نفس التعليق يكتبون على الانستغرام. اذا اطالعهم حتى انا اقول حتى الشبه فيهم من بعض، حتى الشبه مو بس قلوبهم، حتى الشبه ويا بعض ما يفارقون بعض، وكانوا يتمنون يستشهدون ويا بعض ويروحون ويا بعض، بس ما توقعناها بهالسرعة، ما توقعناها بهالسرعة، ما توقعناها بهالسرعة. لكن أقول الحمد لله ذهب إلى شيء هو يتمنى، ذهب إلى شيء هو يتمنى، ودائما يقولها إلي إن بيجيش اليوم اللي بتفتخرين فيه شهيد. وأنا أقول لعلي لا تقول لا تقول هذا للنخبة، وطلع ولدي من النخبة، لكن الحمد لله رب العالمين. ما أقول إلا اللهم أجرني على مصيبتي واخلف علي خيرا منها، اللهم أجرني على مصيبتي واخلف علي خيرا منها، اللهم أني أجرني على مصيبتي واخلف علي خيرا منها. الفراق صعب عزيز علي فراقك يا ولدي، بس اللي يهون علي إنك بعين الله، والزهرة أم الحسنين تتلقاك أنت ورفيقك، الزهرة أم الحسنين هذا غير عن باقي أولادي، هذا جبته يوم وفاة الإمام السجاد ما ينسى، واستشهادة في ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، حتى أيامه مختارة إله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هنيئا لك يا علي رحت لطريق تتمنى، هنيئا لك يا أحمد رحتون لطريق أنتم طالبين ومتسعون إله، لكن فراقكم صعب، فراقكم صعب، إنا لله وإنا إليه.